السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا شباب. معانا النهاردة مع أول فيديو من سلسلة CCNA Routing and Switching. النهاردة الفيديو بعنوان Welcome to the CCNA Routing and Switching Training Videos. تعالوا نشوف هنتكلم النهاردة عن إيه. مبدئيا قبل ما أبدأ أتكلم في الأوبجيكتيفز، أنا أحب يعني أعرفكم إن أنا أسلوب فيديوهاتي ان انا ببتدي بالobjectives العناوين الرئيسيه للtopics اللي انا هتكلم عنها في الشرح. كذلك انا عايز بقى ايه انوه على حاجه قبل ما ابدا ايه اتكلم بالobjectives. ايه الجديد اللي انا بقدمه في الكورس ده؟ مبدئيا الجديد هيكون في الناحيه العمليه، يعني انا الناحيه النظريه انا مش هقول لك معلومه يعني نظري هتكون جديده، يعني طبعا في شروحات كتير نزلت للسي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج. لو انت بتتكلم مثلا عن الكورسات الانجليش عندك حاجات زي سي بي تي ناجتس اي ان اي، اما تيجي تتكلم عن الكورسات او شروحات العربي الكورس السي سي ان اي عندك اساتذه افاضل ومهندسين كبار، يعني انا اقل من ان انا انتقد اعمالهم او اعلق عليها، ولكن طبعا انا حبيت اضيف الجديد في الناحية العملية. انا فقط احب يعني ايه اوضح حاجة، انا في الكورس انا مش هقعد اهري في نظري مش هيفيدك، انا فقط انا عايز اتكلم في النظري. انا بتكلم يا جماعة عن ايه شرح الشق النظري، لان انت عندك الكورس ده هينقسم الى شق نظري وشق عملي، فانا الشق النظري انا مش ههري وهرغي معاك فيه كتير، انا فقط هقول لك اللي انت محتاجه عشان تخش الامتحان الدولي، اللي انت محتاجه عشان لو دخلت انترفيو، اللي انت محتاجه عشان تتقن الناحية العملية، تمام كده؟ فدي الحتة اللي انا كنت عايز اتكلم فيها مبدئيا. طبعا انا من كام يوم حصلت مكالمة بيني وبين المهندس الكبير ضاري خالد، يعني بخصوص ايه ان انا فتحت معاه موضوع ان انا كنت يعني انا باشمهندس ده انا عايز اخد رايك في حاجه. انا قررت اعمل سلسله شرح السي سي ان اي، وانا عرضت عليه فعلا البلان بتاعه المحاضرات، هو عجبه جدا، ولكن فعلا الراجل اتكلم في نقطه مهمه جدا، قال لي اخاف يا باشمهندس احمد ان العمل الرائع ده يضيع وسط اعمال كتير، لان طبعا انت عندك ما اكتر شروحات كورس السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج، ولكن انا متوكل على ربنا سبحانه وتعالى. الواحد بيبتغي رضا ربنا في العمل ده وإفادة الناس، وهنحاول بقدر الامكان باذن الله تعالى ان احنا نشتغل كويس مع بعض ونستمتع بالكورس ده مع بعض. الاضافة الكبيرة في الكورس ده هي زي ما انا قلت مسبقا الناحية العملية، هنشتغل على لابات ديزاين، نتورك ديزاين، انفراستراكشر، هنشتغل على لابات ترابل شوتينج، فقط مش هنرتكز على الراوتينج اند سويتشنج بس، لا احنا هنرتكز برضو على السيرفرز، هنرتكز مثلا ازاي تعمل فويب سيستم، ازاي تعمل سيستم سيكيورتي، كل الكلام ده ان شاء الله باذن الله تعالى هناخده مع بعضنا، يعني هنحاول بقدر الامكان ان احنا نقلل يعني المسافه ما بين الشق الاكاديمي والشق البراكتيكال، يعني الشق الاكاديمي الدراسي البحث وشق الشق العملي. فلان طبعا انا هقول لكم عن تجربه شخصيه، انا ما بدات اتعلم سي سي ان اي وخلصت ودخلت الامتحان، نزلت اتمرنت في شركه بدون طبعا بدون ذكر اسامي، فطبعا انا كانت اول مره، انا كان تاني يوم ليا في التريننج انا نزلت مع المهندس هناك في الشركه، ونزلنا سايت لبعض يعني شركه من بعض الشركات، ودخلت الاي تي روم، لا فعلا انا حسيت بخضه، يعني انا ما كنتش عارف اتعامل ازاي، انا كومنز، طب انا كومنز انا عارف ادخل كومنز، انا عارف اعمل زي سبانينج تري بروتوكول، انا عارف ازاي اعمل فيلانز، لكن انا اول حاجه طلبت مني احمد سيستم السي يو سي ام بتاع الشركه دي او بتاع المؤسسه دي وقع بقى داون، انا عايزك تقوم سيستم الفويب مره تانية. ايه ده؟ ده انا دارس فقط سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج، ثم بعد ذلك طبعا يعني انا دارس سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج، طلب مني ان انا اقوم سيستم فويب، وكان مش على سي يو سي ام، هو كان عندهم سيرفر سي يو سي ام، ولكن لان سي يو سي ام بياخد فتره في الكونفيجريشن بتاعته، ف الشركه اللي انا يعني كنت شغال فيها قالت لي المؤسسه دي ايه؟ قالوا احنا مؤقتا هنعمل
السيستم الفويب او سيستم التليفونات على كول مانجر اكسبريس، لان ده يعني السي ام اي سهل، ايزي اند فاست، سريع وسهل. فاحنا هنقوم النظام بتاعكم او سنترال التليفونات عندكم على السي ام اي، ثم تمشوا حالكم بيه، ثم بعد ذلك عقبال ما تمشوا حالكم بيه هنقوم لكم سيستم ايه السي يو اس ام. طبعا انا كان مطلوب مني اول حاجه اعمل السيستم السنترال على السي ام اي، فانا دارس سي سي ان راوتنج سويتشنج بس. فطبعا نزلت بقى ايه كورس سي سي ان اي فويس، طبعا ده ايام تراك الفويس قبل ما يتلغي. نزلت كورس سي سي ان اي فويس لجيرمي من شركه سي بي جي ناجتس، لميت الكورس 34 او في حدود 33 فيديو، لميتهم في حدود اسبوع، قعدت اتفرج عليهم وليل وليل نهار، وبقيت بحمل الفيديو على الموبايل واتفرج فيه وانا راجع بالمواصلات وانا رايح الشغل، اتفرج على الفيديوهات بحيث ان انا عايز اخلص اكبر قدر ممكن. فدي الحته اللي انا بحاول اتفاداها معاك، انا بحاول عن طريق الكورس ده ان انا اخليك ما تقعش في نفس المواقف الحرجه اللي انا شخصيا وقعت فيها. احنا في الكورس ده فقط مش هنتعلم راوتينج اند سويتشنج بس، زي ما احنا قلنا احنا هنتعلم سيرفرز ازاي تعمل، هناخد لابات في المايكروسوفت ويندوز، ويندوز سيرفر، هناخد لابات ازاي تعمل جروب بوليسي، الاكتيف دايركتوري، دومين كنترول، دومين كنترولرز، ازاي تعمل مين دومين كنترولر، باك اب دومين كنترولر، ازاي نعمل مثلا مين دي اتش بي سيرفر، دي اتش بي سيرفر، وازاي تعمل باك اب دي اتش بي سيرفر. طبعا الناس اللي عندها الباك جراوند عن السي سي ان عارفه انا بحكي في ايه، اما اذا كنت انت اول مره تدرس نتورك، دي يعني دي اول محاضره ليك في النتورك، نو بروبلم، مش مشكله. يعني احنا بنتكلم بشويه مفاهيم احنا كده كده هنشرحها، وباستفاضه هتمسترها من ناحيه الفهم النظري، وكذلك هتمسترها وهتجدها وهتحترفها من ناحيه الشق العملي. طيب احنا مبدئيا بقى ايه هنتكلم عن ايه النهارده؟ for whom this training course، الكورس ده لمين. تاني حاجه هنتكلم عنها هي النتورك تراكس اند سيرتس، طبعا بقى تراكات النتورك بشهاداتها. برضو هنتكلم عن how should will be your learning track، يعني الطريق بتاعك يعني الطريق بتاعك هيكون ماشي ازاي اذا كنت انت طبعا بيجنر او نتورك او مثلا جونيور نتورك انجينير. لا، الطريق بتاعك الشق المثالي اللي انا شخصيا مقترحه عليك، في زي مثلا تدرس كورسات ايه الاول، ايه مرحله التريننج تيجي امتى، مرحله انك تقدم على وظيفه تيجي امتى، ده كله ان شاء الله هنتكلم فيه. feel it to master it، مفهوم انا عايزك تستوعبه، يعني تحطه كده حلقه في ودنك. احنا هنتكلم يعني ده اخر حاجه هنتكلم بيها في الفيديو النهارده، feel it to master it. طبعا لما نيجي بقى ايه للاوبجكتيف ده هنشوف احنا عايزين نتكلم في ايه. طيب for whom this training course، اول حاجه انت عندك ثلاث فئات يعني يفيدهم قوي متابعه الكورس ده. اول حاجه النتورك بيجنرز، المبتدئين في النتورك، او الناس اللي هي with non knowledge، يعني الناس اللي ما عندهاش اي معرفه مسبقه عن الشبكات. اسئله كتير جات لي على الانبوكس، اسئله كتير اتسالت لي على الجروب، يا باشمهندس هو انا لازم يكون عندي باك جراوند عن النتورك عشان ابدا معاك الكورس؟ اكيد لا، لان السي سي ان اي، السي سي ان اي 2120 التحديث ده سيسكو نزلته بتعديل مهم جدا. يعني انت كان زمان كان يقول لك ايه باشمهندس، انت عشان تبدا في الشبكات البدايه المثاليه لازم تدرس الاول الان بلس، ثم تدرس الايه السي سي ان اي. لا، واوقات ناس يقول لك ايه، لا انت لازم تدرس الاي بلس، ثم تدرس الان بلس، ثم تدرس السي سي ان اي. طبعا كل الكلام ده ايه فيستك خالص، كل الكلام ده يعني لا، التحديث الجديد للمنهج ال 220 سيسكو حطت الاوبجكتيفز او اغلب النتورك فاندمنتالز اللي كانت موجوده في النتورك بلس حطيتها في منهج السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج 220. فانت بالتالي تقدر تخش وتدرس الكورس ده وانت ابيض، وانت ما تعرفش اي حاجه عن النتورك. فدي ملحوظه كده حبيت اقولها، انت عايز تبدا شبكات ابدا على طول، فيرست ستارت بتاعتك هتكون السي سي ان اي، فدول النتورك بيجنرز. تاني حاجه او تاني فئه هم النتورك جونيورز، الناس اللي
بدات في سي سي ان اي، بعضهم بدا في السي سي ان بي، في عدد مش قليل بعت لي على الفيس وتواصل معايا، يا باشمهندس انا دارس السي سي ان بي، انا بدرس السي سي ان بي، انا في تراك الراوت، سواء انا في تراك السويتش او في تراك التي شوت، ولكن انا هتابع معاك الكورس. انا فعلا اقترح معاكم، واقترح، انا اسف، اقترح عليكم ان انتوا تتابعوا الكورس ده. الناس اللي حتى بتدرس سي سي ان بي هتلاقوا فعلا حاجات تفيدكم، لابات تفيدكم، تعمل منك واحد قادر يستوعب اي ديزاين نتورك، ازاي يحلله، ازاي يعمل عمليه تروبل شوت سليمه، كذلك هتعمل لك ريفرش على النولج بتاعتك اللي انت خدتها من كورس سي سي ان اي. طيب النتورك بروفيشنالز، طبعا ده يعني دول بقى ناس انا يعني انا مش هقدر افيدلهم، يعني اديهم حاجه جديده في النتورك الا حاجه واحده بس، هي النيو ايديز، هي الافكار الجديده. يعني انت لو محترف شبكات، في لا في فيديوهات بتقترح، يعني انا بحاول اعمل الفيديوهات يا شباب من وجهه نظري انا كاحمد رأفت، ببص للنتورك ازاي، انا كاحمد رأفت بشتغل في العملي ازاي. فدي الحته اللي انا عايزك يعني ايه توصل لها انت، يعني انا بحاول احطك في البرسبكتيف او المنظور، انا ببص للنتورك ازاي، انا بشتغل في النتورك ازاي. فطبعا انا قد يكون عندي حاجه جديده مش عندك، هو اكيد انت عندك حاجه جديده مش عندي. فانا دايما بحب اقول حاجه، ودي العلاقه ما بين الانستراكتور وما بين الطالب. زي ما الطالب ما بيستفاد من الانستراكتور بعلمه، يعني الطالب بيستفاد بالعلم بتاع الانستراكتور وال النولج بتاعته، الاكسبيرينس بتاعته، لا احنا كذلك انستراكتورز بنستفاد من الطلبه، لان هم اوقات اسئله بتتسال بتفتح عينينا احنا كانستراكتورز على حاجات كتير جدا، بتدينا برضو خبره في التفكير. يعني لان انت طبعا قاعد قصاد طالب هو شغال معاك، دماغه شغاله وبتفكر معاك، ممكن مش عشان انت بتدرس له فيبقى انت فوق الجميع، لا خالص، انت ممكن الطالب يقول او يلفت نظرك لتريك او ملحوظة مهمة جدا انت كانستراكتور ما كنتش عارفها. طيب دي بخصوص ايه التارجتس بتاعت الكورس، الناس اللي احنا بنتارجت عليها. نشوف بقى ايه النتورك تراكس انسرتس، المسارات بتاعت النتورك. طبعا انا يعني عامل لك اربع مسارات، لكن مسارات النتورك يعني كتير جدا، يعني انت عندك تراك الداتا سنتر، تراك الفيرتشواليزيشن، تراك السيرفيس بروفايدنج. لا انا بتكلم، انا بخاطب ناس حاليا، انا بفترض ان انا بخاطب ناس البيجنرز او الجونيورز، فانا اكيد يعني انا بنصح اي واحد مثلا، الناس تيجي تقول لي الداتا سنتر، انا ما انصحكش ان انت تخش تراك الداتا سنتر وانت لسه بادي في النتورك، اقعد سنتين ثلاثه افحت نفسك في الشغل والدراسه، سواء انت بتتكلم عن يعني المجهود، ابذل مجهود كبير في النتورك على الشق العملي او الشق الاكاديمي سنه او سنتين، وبعد كده خش بتراك الايه الداتا سنتر. يعني لان ده طبعا ده تراك، هو تراك جميل جدا مطلوب في سوق العمل، ولكن انت محتاج يكون عندك تقل، حاول تعمل لنفسك تقل عن طريق التراكس اللي انا عارضها عليك دلوقتي، دي اللي انا حاططها دلوقتي، لان التراكس اللي انت المطالب انك تركز عليها عشان تلاقي وظيفه، عشان تلاقي تريننج، هي تراكس انا حاططها قدامك. طيب نبدا بالراوتينج اند سويتشنج، ده تراك طبعا ايه الراوتينج اند سويتشنج، واحنا بندرس طبعا ايه اول محاضره من الكورس ده سي سي ان اي راوتينج اند سويتشنج. طيب مبدئيا التراك راوتينج اند سويتشنج، بعض الناس يعني او عدد كبير من الناس انا لاحظته بيتكلم عن ان السوق خلاص امتلأ عن بكرة أبي بالمهندسين النتورك المتخصصين في الراوتينج اند سويتشنج. يعني مثلا يجي لي طالب يقول لي يا باشمهندس هو انا اما اجي ادرس يعني ادرس كورسات ايه؟ فانا دايما بقول له انت مثلا عشان تجيد ناحيه السكيورتي لازم تبقى ماستر في ناحيه الراوتينج اند سويتشنج، مش ريكوايرد، يعني مش لازم، يعني مش ضروري ان انت تكون ماستر في الراوتينج اند سويتشنج ومن ناحيه الترابل، نواحي الترابل شوت والكلام ده كله، بس من المفضل بريفيرد. لان لما تيجي مثلا تتكلم عن تراك السكيورتي، فانت بتتكلم يعني انا بحاول ايه اوضح الدنيا ان انت عندك النتورك دي عامله زي العمود الفقري، يعني انت مثلا عندك ايه، ادي شخص اهو تمام، اها، فنفترض يعني ايه ده مثلا الخط ده العمود الفقري بتاعه. فالراوتينج اند سويتشنج هو العمود الفقري لاي شبكات،
لأي شبكة، العمود الفقري لأي نتورك هو الراوترات والسويتشات. في تراك الكولابوريشن وتراك السكيورتي حتى وتراك السيرفرز، انت بتدرس أجهزة مش انفراستراكشر، يعني مش أجهزة اللي لم توجد في نتورك، فالنتورك مش هتوبريت. يعني على سبيل المثال لو انا جيت قلت لك بقول لك ايه، هو انا ينفع اعمل نتورك من غير راوترز اند سويتشز؟ يعني اقدر اعمل نتورك من غير وتوبريت وتشتغل وترن من غير ما يكون في راوترات وسويتشات؟ اكيد هتقول لي لا. طب لو انا جيت قلت لك هو انا ممكن اعمل نتورك من غير بحط فيها فاير وول او اي بي اس اي دي اس او اي اس اي او اي سي اس سيرفر، اكيد اقول لك ايوه ممكن. يعني انت ممكن تعمل نتورك ما فيهاش فاير وول، لان انت الفاير وول اي بي اس والاي دي اس كل الابلاينسز دي انا بحطها في النتورك عشان ازود ناحيه السكيورتي بتاعتي. كذلك الكوربوريشن، انا ممكن اعمل نتورك من غير ما يكون فيها سنترال تليفونات. ايوه احنا كل ده يعني الراوتنج سويتشنج، انت بتدرس الحاجه الاساسيه اللي من غيرها النتورك مش هتقوم. كولابوريشن سكيورتي وكذلك السيرفرز، انت بتدرس الحاجات الطرفيه، الحاجات اللي انا بانهانس بيها او بزود بيها النتورك فانكشنز او فانكشناليتي. يعني مثلا انا عايز النتورك بتاعتي تبقى سنترال، اعمل فيها سنترال تليفونات بدل ما اشتغل على بي بي اكس، لا اشتغل على الفويس اوفر اي بي. لا فانا هعمل، فانت تخش بتراك الكولابوريشن، تدرس سي سي ان اي كولابوريشن، سي سي ان بي كولابوريشن، او تخش بقى تكمل ليه مجال السي سي اي كولابوريشن. لكن انت مش بتدرس حاجه تقنيه او تكنولوجي ما لم توجد في اي نتورك، فالنتورك مش هتوبريت. لا فلذلك انا برجح اي واحد عايز يخش في اي تراك كان، ما تخشش في اي تراك سواء بالكولابوريشن او سكيورتي او سيرفرز او داتا سنتر او سيرفرز بروفايدر او اي حاجه، الا اما تدرس سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج اند سي سي ان بي. يعني تدرس السي سي ان اي وتدرس السي سي ان بي، ثم تطلع بقى ايه لبقيه التراكات اللي انت عايزها. طيب في نظامين لكورس او منهج السي سي ان اي راوتنج سويتشنج، انا بتكلم من البرسبكتيف بتاع الاكزامز. يعني انت ممكن تاخد السي سي ان اي تبقى سيرتيفايد سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج بطريقه من اتنين، اما انك تخش امتحان الاي سي ان دي 1 امتحان الاي سي ان دي 2. يعني انت هتخش امتحانين، يعني انت عندك هنا المنهج مقسم ل كانه فيرست سمستر سكند سمستر، او تخش امتحان السي سي ان اي اكس اكس دي يعني اكسلريتد. تمام، فانت ممكن تاخد تبقى سيرتيفايد سي سي ان اي راوتنج سويتشنج انك تخش امتحانين. بعض الناس بتفضل ان هي تخش امتحانين، يعني تاخد الايه السيرتيفيكيشن على تو شوت مش وان شوت، يعني تاخده على مرتين، يعني يجزأ المنهج بتاعه على مرتين، يخش اول امتحان مستريح. طبعا الكم اللي هيحتاجه عشان يعدي الاي سي ان دي 1 مش زي الكم اللي محتاجه عشان يعدي السي سي ان اي اكس. تمام، ساسكو عملت الطريقتين دول، يعني طبعا الطريقين دول عشان فئتين. الفئه الاولى اللي انا لسه متكلم عنها، الناس اللي بتحب تجزأ الدنيا على نفسها. الطريقه او الفئه الثانيه ان السي سي ان اكس عملتها ساسكو للناس اللي كانت سيرتيفايد سي سي ان اي، ولكن السيرتيفيكيشن بتاعتهم بقت اكسبايرد، فهي طبعا بتقول له انا مش هجبرك على انك تخش امتحانين عشان ما انت راجل عندك باك جراوند على النتورك، لا انت خش امتحان السي سي ان اكس من الفيرست شوت، نجحت فيه تاخد السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج. طيب تراك السي سي ان بي راوتنج اند سويتشنج ده عباره بقى عن ايه؟ ثلاث امتحانات. يعني خلي بالك ان انت ممكن تاخد السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج سواء الطريق الاولاني انك تخش امتحان اي سي ان دي 1 نجحت فيه، تكمل امتحان اي سي ان دي 2 نجحت فيه، تبقى انت راجل سيرتيفايد سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج. او انك تخش سي سي ان اي اكس، يعني امتحان واحد يا ايه تاخد بيه السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج. طيب السي سي ان بي انت ثلاث امتحانات عندك، الامتحان الاولاني امتحان الراوت، الامتحان الثاني امتحان السويتشنج، الامتحان الثالث امتحان التي شوت. فانت طبعا انت بقى لانك انت بتتخصص في الراوتنج اند سويتشنج على قدر اعلى، ففي تراك السي سي ان بي بيجزأ لك بقى تعالى بقى ناخد منهج مستقل بذاته بامتحان خاص بيه للراوتنج، منهج مستقل بذاته بامتحان خاص بيه بالسويتشنج، وكذلك بالتي شوت. ملحوظه الناس طبعا اللي بتدرس سي سي ان ايه، انا اسف، الناس اللي بتدرس السي سي ان بي التي شوت انت مش هتاخد حاجه جديده. يعني انت سواء انت ناو دايز دلوقتي
at this moment انت بتدرس الراوتينج او بتدرس في تراك السويتشنج، اما تيجي تخش في تراك التروبل شوت يعني اسهل امتحان انت ممكن تتعامل معاه هو امتحان الكي شوت، لانك انت مش هتاخد حاجه جديده، انت فقط هتاخد كومبينيشنز، يعني هتاخد خليط ما بين مشاكل راوتينج على مشاكل سويتشنج في توبولوجي او ديزاين واحده. طيب يمسح بقى ايه الدنيا دي كلها. السي سي اي سيسكو سيرتيفايد انتر نتورك اكسبرت. امتحان السي سي اي راوتنج سويتشنج عليه جدل كبير جدا، يعني فعلا من اصعب الامتحانات اللي انت ممكن تتعامل معاها في طريق سيرتيفيكيشنز في عالم النتورك تكنولوجي. ده من اصعب فعلا الامتحانات اللي انت ممكن تتعامل معاها لكذا سبب. انت لو بتتكلم مثلا في مصر، مثلا انت راجل اللي مثلا ساكن، انا واحد زيي انا ساكن في حلوان جنوب القاهره، فانا لما اجي احب امتحن السي سي ان روتنج سويتشنج كل اللي انا بعمله بخش على الاكونت بتاعي في الفي يو اي، او بخش على موقع الفي يو اي اعمل اكونت ليا واحجز الامتحان الراوتنج سويتشنج، ادفع الفيز بتاعته عن طريق الفيزا، ثم بعد ذلك احدد المركز اللي انا همتحن فيه. طيب ده لو انا عايز ايه امتحن سي سي ان اي راوتنج سويتشنج، يعني انا على سبيل المثال انا امتحنت في شركه اي تي شير في سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج، شركه موجوده في مدينه نصر. طيب فانا امتحنت سي سي ان اي وكذلك بنفس الاسلوب السي سي ان بي راوتنج اند سويتشنج، انت تقدر تمتحنهم في مصر عادي جدا. كذلك ملحوظه تانية ان انت كل شهاده من دول بتبقى ليها، يعني كل امتحان من دول بيبقى مرتكز على اسئله نظري، ودي بتكون 90% من اسئله الامتحان، ويتبقى لك 10% من اسئله الامتحان بتكون عملي. انا مش بتكلم 90% 10% كتوزيع الدرجات، انا بتكلم على كم، يعني على سبيل المثال انا ممكن يجي لي 100 سؤال 90 سؤال منهم يجي لي نظري و10 يجي لي عملي، ولكن بتوزيع الدرجات العملي ممكن ياخد 40 او 50% من قدر درجات الامتحان الكلي. طيب السي سي ان بي نفس الكلام، انت بتمتحن الامتحان الاسئله النظري والعملي، يعني انت مثلا امتحان السي سي ان اي تقريبا بيبقى في حدود من 50 سؤال الى 55 سؤال، يعني في الحدود دي. يعني مثلا انا الامتحان بتاعي جالي 54 سؤال، فانت من 50 ل 55 سؤال ممكن هتلاقي اسئله نظري، وانت فقط بيجي لك لابين او ثلاثه او اربعه، اربع لابات عملي، اربع سيناريوهات عملي عن طريق السيميليتور بقى، يعني زي كده محاكي شبكات انت بتحاكي عليه الراوترات والسويتشات، بيجي لك ديزاين ويقول لك اشتغل عليه. فدي القصة في موضوع العملي، يعني العملي انت بتشتغل على السيميليتور. كذلك ده في زي ما اتكلمنا عن الكلام ده في سي سي ان اي، كذلك نفس الامر ينطبق على السي سي ان بي. تعالى بقى نتكلم عن السي سي اي راوتنج اند سويتشنج. السي سي اي اي قال لك لا تعالى لي بقى، ده انا هخليك تمتحن امتحانين، امتحان الريتن، وده تقدر انت انا كواحد مثلا في مكاني انا انت تقدر تمتحن الريتن ده في ايه في مصر عادي جدا مفيش مشكله. امتحان الايه، امتحان الريتن. طيب وده بتمتحنه في مصر عادي جدا بحدود ثمنه، وبيبقى في حدود $300. يعني انت بتمتحن امتحان بنفس فورمه السي سي ان اي ونفس فورمه امتحانات السي سي ان بي، وده مدته بيكون ساعتين. طب تعالى لي بقى في الامتحان الثاني هيكون امتحان لاب ومدته 8 ساعات. 8 ساعات ده امتحان انت بتمتحن على مش سيميوليتر، انت بتمتحن على فيزيكال ديفايس. نقول مره تانية، انت بتمتحن على فيزيكال ديفايس. طبعا بعض الناس بقى ايه، بعض الناس اللي درست طبعا دخلت بقى في شق النتورك قبل ما تتفرج على الفيديو ده وقعدت فتره، هتقول لي لا يا باشمهندس ده انا امتحان السي سي اي انا عندي ممكن امتحن موبايل لاب او ممكن امتحن فيزيكال لاب. ما هو يعني على سبيل المثال انت الامتحان السي سي اي مثلا لو انت مثلا سافرت الهند هتمتحن هناك، انت بتمتحن على فيزيكال لاب، يعني انت بتمتحن بيبقى فيه راكه، الراكه دي فيها ايه سويتشات وراوترات متوصله على اكسس سيرفر، والاكسس سيرفر ده متوصل على شاشه، الشاشه دي ايه في كيبورد انت بقى ايه بتشتغل عليها، وتبدا تحل بقى ايه مرحله السول بروسيس، بتبدا تحل بقى ايه بتشتغل على الامتحان بتاعك. فانت بتمتحن والاجهزه اللي انت بتشتغل عليها موجوده، مفيش سيميوليشن هنا. الموبايل لاب، الموبايل لاب بمنتهى البساطه انت بتخش على راكه فيرتشوال،
يعني انا بخش على راكه، انا اسف مش فيرتشوال، انت بتخش على راكه موبل او ريموت. يعني على سبيل المثال لو انت هتمتحن في سنغافوره او هتمتحن في الرياض او هتمتحن في دبي، فانت اللاب روم اللي انت هتخشه انت مش هتلاقي راكه، لكن انت هتلاقي شاشه، والشاشه دي او الجهاز الكمبيوتر اللي انت بتمتحن من عليه مفتوح له ريموت سيشن، يعني اتصال عن بعد. يعني انت كأن الراكه مثلا دي موجوده في امريكا وانت مكان امتحانك مثلا في دبي، فانت بتفتح بتشتغل على الراوترات والسويتشات عن بعد. واضح اللي انا عايز اقوله لك؟ سيبك من السيناريو، اللي انا عايز اقوله لك ان انت امتحان اللاب انت بتصطدم بامتحان بيقربك جدا من السيناريوهات العمليه ومدته 8 ساعات. وفعلا ناس كتير جدا يعني فعلا امتحان السي سي اي اي من الامتحانات اللي مش من السهل، انا مش هقول مستحيل ولا هقول صعب، مش من السهل اللي انت تعدي الامتحان اللاب من اول مره. يعني امتحان الريتن كله بيقفله، اي حد بيخش امتحان ريتن او يعني بيعدي فيه زي ما بيعدي في السي سي اي والان بي، انت اصل هو نفس الفورمه. الناس اللي بتسقط في السي سي اي بتسقط في امتحان اللاب. لماذا؟ ليه؟ ايه السبب؟ عندك كذا سبب. اولا مش بيكون السبب بانك مش عارف تحل، لا هو عارف يحل، هو عارف يعمل ترابل شوت، بس الفكره ان هو محتاج مده زياده. يعني انا دلوقتي انا عندي 8 ساعات، هل تعلم ان اغلب الناس اللي بتمتحن امتحان اللاب وبتسقط فيه بيكون مشكلتها في الوقت؟ 8 ساعات ما بيكفوش. طبعا انت كبيجنر او سواء انت لسه نتورك جونيور في لسه جونيور في الشبكات، فايه اللي هيخليني الوقت ما يكفيش؟ يعني ايه يعني؟ هل يا باشمهندس بيجي لي اسئله بتحتاج او لابات بتحتاج اوامر كتير جدا بتحتاج شغل كتير جدا؟ ايوه الاجابه دي ايوه، ولكن مش هي برضو السبب. يعني انت فعلا بيجي لك اوبجكتيفز تقيله في السي سي اي اي، سواء انت في جزئيه الدايناستيك او جزئيه التيشوت او جزئيه الكونفجريشن، انت بتطلب منك حاجات كتير، ولكن مش الحاجات اللي تقعدك 8 ساعات. يعني او مش الحاجات اللي تقعدك فوق ال 8 ساعات، انت ممكن تخلص الحاجات دي كلها في 3 4 ساعات. المشكله بتظهر في ايه؟ المشكله بتظهر في بعض العوائق اللي بتقابلك، ودي على حسب بقى ايه مكان الامتحان اللي انت بتمتحن فيه. السي سي اي زي ما انا قلت بتمتحن الريتن في مصر، الامتحان لو انت من مصر. اللاب انت بتضطر بقى تسافر بره مصر، انت بتضطر تمتحن في مراكز او اماكن معتمده من سيسكو لامتحانات السي سي اي اي لاب، يعني زي الهند، دبي، سنغافوره، الصين، هتلاقي برضو في الرياض، في الرياض من اول 24 ابريل 28 ابريل اي حد عايز يمتحن السي سي اي يسافر الرياض يقدر يمتحن هناك. فانت انت بتسافر بره تحجز في فندق، ويستحسن ان انت تكون قبل ميعاد الامتحان مثلا بكام يوم، اسبوع مثلا، عشان تبقى مستريح ومش مضغوط نفسيا. يعني ما تروحليش مثلا يوم التلات، تسافر يوم التلات توصل هناك الاربع وانت امتحانك الخميس، فلا انت تسافر قبلها بكام يوم بحيث ان انت راجل تكون مستريح من ناحية المجهود الذهني والمجهود العصبي. العوائق اللي انت بقى اللي انا بقول عليها اللي بتسبب فعلا طول المدة، ان يعني مثلا على سبيل المثال بعض الناس بيقولوا، الناس اللي هي عندها اكسبيرينس بقى في امتحانات السي سي اي لاب، يقول ده انا دخلت ولكن انا بدات احل الامتحان ولكن انا لقيت الكونكشن بطيء جدا. يعني انا عقبال ما ادخل الامر على السي ال اي الكوماند لاين انترفيس بلاقي، يعني انا مستني الامر ده يحدث تغييرا ما، ولكن انا مش بلاقي التشينج دي بتحصل فوري، ما بتحصلش فوري، لا بتقعد فتره، بتقعد فتره كبيره. بعض الناس يقول لك ايه ده، انا قابلت مشكله ان الشاشه المعروض عليها التوبولوجي، الديزاين بتاع النتورك، الشاشه اللي بتتعرض عليها التوبولوجي صغيره، فانا بضطر كل شويه ادراج اليمين وشمال عشان اقدر الم التوبولوجي بتاعه الاجزام. كل الكلام ده التريكات بسيطه جدا بس بتاخد وقت كبير جدا. فلذلك يعني انا بنصح اي واحد بينوي اللي هو يخش امتحان السي سي اي لاب، بلاش ابعد عن سنغافوره. يعني انا ليا اصدقاء شخصيين هم حكوا لي تجارب سيئه عن الامتحانات في سنغافوره، بلد نظيفه جدا، بلد محترمه جدا، ولكن اللاب او الظروف اللي بتحيط بيك هناك في امتحان اللاب سيئه،
وممكن فعلا تسبب لا قدر الله سقوط في الامتحان. من افضل الاماكن اللي انا برشحها هي الهند، ان انت تسافر الهند، ان انت تشتغل على ركب فيزيكال. اصل انا هشتغل على ركب فيزيكال، فبالتالي مش هيكون عندي ديلي. انا يعني انت في سنغافوره مثلا، انا ما بنصحش بيها ليه؟ لان انت في سنغافوره بتمتحن على موبايل لاب، انت مش بتمتحن على موبايل لاب، يعني انت الجهاز بتاعك في سنغافوره ممكن تكون الراكه اللي انت بتشتغل عليها في بلد تانيه، لكن انت بتيجي تسافر الهند انت الراكه جنبك. الراكه ايه؟ الراكه جنبك، يعني هي في نفس المنطقه اللي انت فيها، فاكيد طول المسافه ما بين الجهاز اللي انت بتكسكيوت عليه الكومنز وبتجاوب عليه وما بين الراكه، المسافه ما بينهم مش كبيره لدرجه ان هي تسمح ان هي تسبب لك بطء. فده الايه السي سي اي اي القصه بتاعته. طب ده بقى تراك الكولابريشن، فويس اوفر اي بي، الفيديو. طبعا انت كان من كام شهر كان عندك تراك اسمه فايب، انت عندك تراك اسمه تراك الفويب، الفويس اوفر اي بي، وعندك تراك تاني اسمه الفيديو. يعني انت كان عندك تراك الفويب وكان عندك تراك ايه الفيديو. سيسكو راحت لغت يعني التراك بتاع الفويب ده اللي لي سي سي ان اي سي سي ان بي سي سي اي، الفيديو سي سي ان اي سي سي ان اي سي سي ان بي سي سي اي، ولكن سيسكو راحت عملت لك ايه علامتين غلط كده على الفويب والفيديو، قالت انا هعمل لك تراك الايه تراك الكولابوريشن. يعني انا يعني انا ما اطلعت على المنهج، والكولابريشن مش منهج كبير بالمناسبه، انت مش ريكوايرد ليك، انا بتكلم ريكوايرد، لكن انا بفضل زي ما انا قلت في اول ايه الشرح السلايد ده، مش من المفضل ليك ان انت طبعا تدرس الايه الراوتنج سويتشنج وماسترها قبل ما تخش في الكولابريشن والسكيورتي، ولكن مش ريكوايرد عشان تخش امتحان السي سي ان اي كولابريشن انك تكون داخل امتحان السي سي ان اي راوتنج سويتشنج. يعني كان زمان لما كان عندك في تراك الفويب كان لازم عشان تخش امتحان السي سي ان اي فويب لازم تكون معدي على الاقل امتحان الاي سي ان دي 1. يعني انت عشان تخش امتحانات السي سي ان اي فويب او كذلك السكيورتي، عشان تخش امتحان السي سي ان اي فويب او سكيورتي كان لازم تخش امتحان الاي سي ان دي 1 على الاقل، على الاقل. لان يعني امتحان الاي سي ان دي 1 ده انت لو خدته بتاخد شهاده اسمها سي سي اي ان تي، تمام. طيب فدي القصه. فانت عشان تاخد طبعا اللي تخش امتحان السي سي ان اي فويب كان لازم تجتاز امتحان الاي سي ان دي 1 الاول. السكيورتي نفس الكلام. فانت تراك الكولابريشن، لا تراك الكولابريشن سيسكو قالت لك انت ممكن تخش تراك الكولابريشن على طول من غير ما تبقى ريكوايرد ان انت تاخد السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج الاكزام، اللي هو مثلا اللي هو الاي سي ان دي 1 ده اقل حاجه، يعني اقل يعني لازم تخش الاي سي ان دي 1 على الاقل عشان تخش تراك الفويب اما كان موجود، وكذلك تراك السكيورتي. طيب ده تراك الايه كولابريشن. تراك الكولابريشن ده بيكلمك ازاي تعمل سنترال تليفونات، ازاي تعمل وازاي تعمل راوتنج ما بين السنترال تليفونات. يعني انت مثلا عندك شركه ليها فرعين، فرع في القاهره وعندك فرع في الرياض، انت عندك سنترال موجود في الفرع اللي هو في كايرو، وعندك سنترال موجود في الفرع بتاعك اللي هو في الرياض، ازاي تعمل كونكشن ما بينهم. طب لو انت عندك فرع تالت ازاي تربط الثلاث فروع دول ببعض. طب انت هل ممكن مثلا لو انت مثلا عندك ايه فرع رابع، طب هتربط الاربع فروع دول ازاي؟ كل القصه. يعني مثلا لو انت عندك برضو فرع وقع، طب ازاي تخلي يعني مثلا ممكن الفرع بتاع القاهره ده يروح للفرع مثلا اللي هو في ممكن مثلا نقول فرع اللي هو في مدريد في اسبانيا، ممكن يروح عن طريق الرياض ويروح لاسبانيا. ده التراك. يعني انت عشان تتكلم من عدة تليفون هنا وتوصل الباكتس لعدة تليفون هنا يعني ترن، ده التراك بتاعها. طب افرض ده وقع، طب ازاي هتوجد باك اب؟ كل الكلام ده انت بتدرسه في التراك الكولابوريشن فيما يخص شق الايه الفويس اوفر اي بي. تراك الفيديو برضو ازاي تعمل سيستم فيديو كونفرنس والكلام ده كله. انت مثلا في الشركات الكبيره بالاونلاين ميتنجز مثلا المدير يجتمع مع الاعضاء مجلس الاداره، والاجتماع يتم تشييره على الشاشات كبيره بتعرض قدام كل موظف في الشركه، سواء الشاشات دي موجوده كده ايه موجوده في الطرقه او موجوده في لوبي، او تعرض تفاصيل الاجتماع ده لايف على جهاز كمبيوتر خاص بيه كل موظف. ده كل ده تراك الفيديو. كولابريشن فعلا يعني ايه تراك لذيذ جدا، سهل ما فيهوش تعقيد، خصوصا السي سي ان ايه. يعني انت عندك السي سي ان ايه يعني اكاد احس كده في السي سي ان ايه كولابريشن ان هي فاضيه،
ما فيهاش معلومات كتير ايام زي كده السي سي ان اي فويب. يعني السي سي ان اي فويب كان فيها معلومات كتير، كان فيها كانت دسمه، لكن انت عندك السي سي ان اي كولابوريشن، فانت طبعا عندك السي سي ان اي كولابوريشن، فلا فانت تحس المنهج يعني ايه الحمل خف شويه. طيب تراك السكيورتي انت بقى بتدرس بقى ايه، ازاي تشتغل على كونفيجريشن الفاير وولز، الاي بي اس اي دي اس، كل الابلاينسز دي، كل الاجهزه اللي انا هتكلم عنها بخصوص التراكات دي انا هتكلم عنها اوريدي في الفيديو الجاي اللي هو هيكون بعنوان نتورك فاندمنتالز بارت 1. طيب فدي يعني سيستم الشهادات الموجودة في الثلاث التراكات الرئيسيين لسيسكو. كذلك انت عندك بقى تراك مايكروسوفت، مايكروسوفت او مايكروسوفت سيرتيفايد سيرفر او سيرفيس اسوشيت، ومايكروسوفت سيرتيفايد سيرفر او سيرفيس اكسبرت، هنا ويندوز سيرفر 2012. انت هنا بتدرس ازاي بقى تشتغل على اوبريتنج سيستم مايكروسوفت للسيرفرات. يعني انت السيرفر ده بمنتهى البساطة هو جهاز مركزي بيخدم على الاجهزة الموجودة في الشبكة، بيخدم عليها ازاي دي هنتكلم ان شاء الله عنها في الفيديوهات القادمة، لان احنا هنشتغل في اللابات العملي على سيرفرات مايكروسوفت. فطبعا دي اهم التراكات الرئيسية الموجودة في الشبكات. نروح لبص بقى ايه how should will be your learning track. هنتكلم بقى ايه عن بعض الملحوظات، خطأ انا عايزك تتجنبه بيقع فيه اغلب الطلبة، وده طبعا بيعمل مشاكل معاهم لما بيجوا في اول كام يوم ليهم في الشغل، واول فتره بالنسبه لهم في اي تريننج او شغل هم بيقدموا عليه وبيقبلوا فيه. اولا انا بلاحظ ان مثلا في الطلبه بتحضر عندي كورسات السي سي ان اي او السي سي ان بي، الراجل يجي بالكشكول والقلم ويكتب كل ملحوظه انا بقولها، كل حاجة ما بيسيبش حاجة وبيذاكرها وبيكون حافظها صم، ولكن بأول امتحان عملي أول نوع من الأنواع اللي بتقع في الامتحان هو النوع ده، الناس اللي هي بتركز على الناحية النظرية أكتر من الناحية العملية. فأنا يعني لازم تحط في اعتبارك ان مجال الشبكات محتاج واحد متمرس، محتاج واحد بيطبق كتير، لان التطبيق كتير هيساعدك جدا 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 في شغلك. يعني انت بتيجي تقدم على شغل وتشتغل بقى على كذا تكنولوجي وتقابلك مشاكل في شغلك والكلام ده كله، والتاسكات اللي هتكون مطلوبه منك انك تنجزها، فالتطبيق العملي الكتير اللي انت بتطبقه في مرحله دراسك للكورس هيفيدك باسلوب يعني كبير جدا. طيب السي سي ان راوتنج اند سويتشنج، سي سي ان ايه كولابوريشن، دي بقى نشيل ايه الفويب ونقول الكولابوريشن، والسي سي ان سكيورتي A good start for your first year. أنا بنصح إن أنت في بداية تعليمك في الشبكات الأول لازم تدرس الراوتينج and switching، تخلص خش على الكولابريشن، تخلص خش على السكيورتي، ثم بعد ذلك بقى تخش في CCNP اللي أنت عايز تتخصص فيها. يعني أنت مش لازم تدرس التراكات كلها لحد CCIE في التلاتة، لا خالص، ولا لحد ال NP في التلاتة، لا خالص، انت فقط ال CCNA stuff، الكورسات يعني ال ايه ال CCNA routing and switching، ال CCNA collaboration، CCNA security، لا دي لازم تدرسها لكذا سبب. انا بقول لكم يعني انا لما جيت اقدم على تريننج ونزلت، انا اول حاجة طلبت مني، مع اني يعني انا كنت دارس routing and switching بس ونزلت وقلت اجرب حظي، ولكن انا لما نزلت طلب مني تاسك في الفويس اللي هو في الكولابوريشن. فانا برجح ان انت قبل ما تنزل تريننج لازم تكون مخلص السي سي ان اي في الثلاثه دول، ثم تبدا تفكر انت عايز بقى تتخصص في ايه، هل راوتينج اند سويتشنج، هل سكيورتي، هل كولابوريشن، اللي انت تحبه. طبعا انا مش عايزك تعزل نفسك عن التراكات مايكروسوفت، يعني انا مش عايزك تقول طب خلاص انا هتخصص سيسكو، اذا انا هفوكس على سيسكو، اذا انا هتفرغ بقى ايه لشغل كورسات سيسكو. فبالتالي اي حد يجي يسالك عن اي مشكله حصلت في الدومين الدومين كنترولر، او مشكله في الجروب بوليسز، فانت تقول معرفش مش شغلتي مش تخصصي، لا
انت في بداية انت في بداية طريقك في الشبكات، انت محتاج يبقى عندك فاونديشنز قوية جدا، ولازم الفاونديشنز دي تكون متنوعة. حاول تكون جوكر، حاول تكون ما تكونش مركز على حاجة واحدة. لا، انا لو جيت سألتك سؤال في اي تراك من دول انت تعرف تجاوب وتعرف تشتغل عليها. كذلك طبعا انا اخر ملحوظه بقى ايه احب اضيفها، تراك السكيورتي. الناس اللي مثلا عايزه تركز على تراك السكيورتي بقى وتدرس الايثيكال هاكينج والكلام ده كله، طبعا انا محتاج الاول اوضح كذا نقطه في تراك السكيورتي. فرق شاسع ما بين السكيورتي ديفنس ابلاينسز والبنتريشن تيستينج. يعني انت يعني في تراك السكيورتي انت عندك السكيورتي ده ليه يعني وجهين، والوجهين دول عملة واحده. اما انك تدرس ازاي تشتغل على كونفيجريشن الفاير وولز، الاي بي اس، اي دي اس، الكلام ده كله، او اي سكيورتي ابلاينسز، او انك تشتغل كبن تيستر. كبن تيستر انت بتجيلك المؤسسه تقول لك يا باشمهندس بعد اذنك احنا عايزينك تعمل بن تيستنج على النتورك بتاعتنا. معناه ايه الكلام ده؟ يعني احنا عندنا شبكه، فاحنا عايزينك تحاول تخترق الشبكة دي. طبعا ده بيكون بقى وفقا لعقد، وبيكون متوضح ايه التولز اللي انا هستعملها في الاختراقات والكلام ده كله. طب انا هعمل الكلام ده ليه؟ عشان بعد ما اخلص اروح للاي تي مانجر للمؤسسة دي واقول له ادي التكنيكال ريبورت بتاعي، موضح عليه الثغرات اللي انا لقيتها في الشبكه بتاعتي. ويجي طبعا الاي تي مانجر يفرود التكنيكال ريبورت ده على مهندس السكيورتي، ومهندس السكيورتي اللي هو بقى دارس تخصصات بقى، اللي دارس تراك السكيورتي في سيسكو او جونيبر ايا كان او فورتي جيت، ويجي بقى يديه المهندس السكيورتي، ومهندس السكيورتي يبدا يسد الثغرات دي. فانت عندك في فرق ما بين السكيورتي انجينير وما بين البن تيستر. فدي كانت حاجة كده ايه عايز كنت عايز اوضحها. التراك بتاعك السي سي ان اي، تدرس سي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج، ثم الفويس اللي هي الكولابريشن. طبعا لان بس السلايد ده قديم، يعني السلايد ده انا كنت شارحه في المحاضره، كان ساعتها لسه كولابريشن لسه ما ظهرش، فانا بتاسف على الخطا ده. تدرس الراوتنج اند سويتشنج، تدرس الكولابريشن، ثم السكيورتي سي سي ان اي، ثم بعد ذلك تبدا تدرس الام سي اس اي ويندوز سيرفر 2012، ثم من الام سي اس اي تخلصها تخش في السي سي ان بي راوتنج اند سويتشنج. الاول يعني انا بقول لك انت عايز تتخصص في الكولابوريشن، مفيش مشكله، انت مش مطالب تدرس سي سي ان بي في كل التراكات، لكن لازم تدرس السي سي ان بي راوتنج وسويتشنج، هتفرق معاك جدا. وبعد كده يور تشويس، ادرس اللي انت عايزه بقى. انت عايز تتخصص في السكيورتي، اتخصص في السكيورتي، ادرس سي سي ان بي سكيورتي. طيب وبعد كده تطلع الطلعه الاخيره بتاعتك اللي هي السي سي اي اي. برضو ايه ملحوظه اخيره قبل ما اخلص السلايد ده، السيرتيفيكيشنز يعني المناهج اللي انت هتاخد فيها، تخش فيها الامتحانات بتاعتها، والمناهج اللي مش لازم. من الاخر انت راجل عايز تتخصص في الفويس، فانا مثلا بقول لك ايه، لا انت تدرس راوتنج اند سويتشنج ده طبيعي، يعني ده انا بقول لك لان ده هيفيدك جدا. وكذلك السكيورتي برضو لازم تمستر الراوتنج اند سويتشنج لمستوى السي سي ان بي، يعني سجستد قوي ليك وريكومندد قوي ليك. فقط تاخد الشهادات وتخش الامتحانات بالتراك اللي انت متخصص له. يعني مثلا انا عايز اتخصص بالتراك الايه السكيورتي، فانا هدرس السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج. طبعا انا لازم امتحن السي سي ان اي راوتنج اند سويتشنج، او على الاقل الاي سي ان دي 1، عشان ايه يبقى مسموح لي اخش تراك الايه يبقى مسموح لي اخش تراك السكيورتي. تمام كده. طيب انت تاخد الشهاده في الاي سي ان دي 1 او امتحان السي سي ان اي راوتنج سويتشنج، ثم تاخد الايه السي سي ان اي سكيورتي، هتبدا تدرس الام سي اس اي. فطبعا دي هتبقى حاجه جانبيه بالنسبه لك، فانت مش مطالب تخش الخمس امتحانات بتوع الام سي اس اي، ثم بعد ذلك تنط بقى الايه للسي سي ان بي ليفل. فانت هتدرس الراوتنج اند سويتشنج، انا بتكلم ايه لو واحد عايز يتخصص سكيورتي على سبيل المثال، هتدرس السي سي ان بي راوتنج اند سويتشنج. طبعا مش لازم تخش الامتحانات بتاعتها، خش امتحانات السي سي ان بي سكيورتي، وبعد ذلك تخش بقى ايه امتحان السي سي اي اي لاب، اللاب اكزام والريتن اكزام. طيب فيل تو ماستر ات. انا احب اوضح قاعده يعني مهمه جدا انا شخصيا بتبعها مع نفسي. انت عندك ثلاث مستويات تقدر
تقيس بناء عليهم انت مستواك وصل لفين في النتورك. الثلاث مستويات دول، اول حاجه how you can explain it، ده اول مستوى. وبعد كده المستوى اللي بعده how you can configure it، واخر حاجة how you can troubleshoot it. انا دلوقتي على سبيل المثال جبت لك او شرحت لك الفي لانز النظري والعملي بتاع الفي بتاع الفيرتشوال لانز او الفي لانز، عشان تشوف انت فعلا هل وصلت للمستوى الكويس الفي لانز، اسأل نفسك كذا سؤال. هل انا اقدر اشرح الفي لانز لاي واحد بيدرس شبكات؟ يعني انا ممكن لو انا رحت لواحد بيدرس سي سي ان اي، هل انا ممكن اقدر اشرح له البي لانس؟ جرب كده، جرب يعني، جرب مثلا ايه تروح لواحد صاحبك كده بايه بيدرس السي سي ان اي او حتى الان بي، وافرضها عليك انا هشرح لك النهارده الفي لانس، انا عايز اختبر اتست نفسي، لان انا لو انا عرفت اشرحها لك وانت فهمتها مني يبقى اذا انا فاهمها، فانت كده عديت المستوى الاول. المستوى الثاني، هل انت بتعرف تعمل كونفيجريشن؟ لو انا جيت طلبت منك انك تعمل نتورك وتحط مثلا النتورك دي مثلا فيها 3 مين لان، وكل لان تعمل لي مثلا بحدود 10 في لان، هل لو انا جيت طلبت منك الحاجات دي وتظبط الترنكات وتظبط الفي تي بي والكلام ده كله، هل هتقدر تعمل الكونفيجريشن بتاعته؟ طبعا انا كل الترمز اللي انا بقولها دي لو انت مش فاهمها انا كده كده يعني هتفهم الكلام ده كله بقى ايه على مدار الكورس. طيب انت بقيت بتعرف تديزاين نتورك وتعرف تديزاين اي في لان انفراستراكشر، طيب يبقى انت كده عديت الايه المستوى الثاني. المستوى الثالث والاخير، لو انا جبت لك نتورك معمول عليها كونفيجريشن ولكن فيها مشاكل في كونفيجريشن بي لانز، هل هتقدر تحلل المشكله؟ هل هتقدر تديتكت البروبلم وتقدر تعمل لها البيست براكتيكال سولف؟ يعني هل هتقدر تحل المشكله؟ هل هتقدر تجد المشكله وتحلها؟ دي ثالث مستوى. انت لو وصلت لثالث مستوى اذا انت خلاص انت توبيك الفي لان ده بقى معاك تمام التمام. فانا بالتالي السي سي ان اي وكذلك السي سي ان بي وكذلك سي سي اي اي واي تراك انت بتدرسه، اي حاجه انت بتدرسها، جرب تسال نفسك الثلاث حاجات دول، هل انا بعرف اصمم اي راوتنج اند سويتشنج انفراستراكشر كويس؟ هل الاول هقدر اشرح التوبكس بتاعتها لحد ويفهمها مني؟ هل هقدر اعمل لها كونفيجريشن؟ هل لو وقفت قدامي نتورك وفيها والكونفيجريشن خلصانه والدنيا تمام التمام ولكن فيها مشاكل، هل هقدر اعمل اناليسيس للبروبلم وهقدر احلها؟ انت عشان تقدر تكمل في الشبكات وتقدر تبقى ماستر فيها لازم تحب اللي انت بتدرسه، لان اللي بيدفعك بيدفعك للحفاظ على مستوى الإرادة عندك وان انت تفضل شغال من غير ما العزيمة بتاعتك تقل، هي حب المادة اللي انت بتدرسها. فانت لازم تحب النتورك قوي، لان النتورك محتاجة واحد باله طويل ومحتاجة واحد وبيها طبعا التفكير بيبقى عالي جدا ومحتاجة مجهود، فانت لازم تدي للنتورك عشان تقدر تدي لك. النهارده في الفيديو اتكلمنا عن التارجتس الخاصه بالتريننج كورس بتاعنا، اتكلمنا عن التراكس بتاعه النتورك الراوتينج اند سويتشنج ان كولابوريشن السكيورتي السيرفرز، اتكلمنا برضو عن الريكومندد بلان بالنسبه لك اللي انت تمشي فيها، وكذلك اتكلمنا عن طريقك او الحاجه كده معنويه ان انت عشان تقدر تدي في الشبكات لازم تحب النتورك، ولازم تسأل نفسك ايه التلات اسئلة اللي انا ذكرتهم في السلايد اللي فات. انا يعتبر خلصت الفيديو النهاردة، اتمنى يكون عجبكم، منتظر استفساراتكم واراكم عن الفيديو، اشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.